نسيت نادي قصة أجيال أبطالها كانوا أبطال بناها شهداء أبرار برضاهم حاربوا الأشرار شهداء أبرار برضاهم حاربوا الأشرار بناها شهداء أبرار برضاهم حاربوا الأشرار بصلاتهم للمعنهار شالوا عنها كل الأخطار كنيستنا 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 دي قصة أجيال أبطالها كانوا أبطال بجهاد وتعب مع دموع وتعب مع دموع أضاءوا أحلى شموع بثباتهم ويا إيمانهم نوروا طريق يسوع بثباتهم ويا إيمانهم نوروا طريق يسوع بدمائهم ساقوا كل دي قصة أجيال كانوا أبطال احتملوا أقصى الألمات بالفرح قبلوا الإهانات احتملوا أقصى الألمات بالفرح قبلوا الإهانات وسط التعذيب والجراحات الدم وسط التعذيب والجراحات الدم مالا ساحات والموت بالنسبة لهم كان كالقيامة من الأموات كنيستنا 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 دي قصة أجيال أبطالها كانوا شافوا أبواب الفردوس مفتوحة لكل النفوس شافوا أبواب الفردوس مفتوحة لكل النفوس اتسابقوا في من يفوز ويقابل الرب القدوس اتسابقوا في كنيستنا دي قصة أجيال أبطالها